صافرة الجولة الرياضية انطلقت مشاهدينا الكرام، ونبدأها مع حديث الشارع الرياضي المحلي حول النقل التلفزيوني، حيث أكدت وزارة الإعلام الكويتية سعيها الدؤوب منذ تأسيسها على دعم المنظومة الرياضية في البلاد وعملها في تسخير كل إمكانياتها المتاحة عبر قطاعاتها المعنية لخدمة الرياضة الكويتية والرياضيين بشكل عام، ولم تدخر جهدا نحو المساهمة في التطوير المنشود. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم حول ما يتم تداوله بشأن شراء حقوق البث النقل التلفزيوني لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 أنها تلقت كتاب تضمن اعتذار الاتحاد عن منح وزارة الإعلام حقوق النقل التلفزيوني في وقت انتهت فيها الوزارة من كل التجهيزات الفنية والتقنية استعدادا لبدء الموسم الرياضي الجديد. وتفصيلا لما جاء في كتاب الاتحاد المؤرخ في 16 من الشهر الجاري، أوضحت الوزارة أن منح حقوق النقل جاء مشروطا برفع قيمة شراء الحقوق، وهو ما يخالف نص اللوائح والنظم المتبعة في الوزارة والتي يتم تطبيقها والالتزام مع جميع الاتحادات الوطنية والهيئات الرياضية في الدولة منذ نشأة منظومة النقل التلفزيوني. وأخيرا ذكرت وزارة الإعلام أنه ومن باب استمرار التعاون وعدم حرمان المشاهدين من حقوقهم بمتابعة المسابقات الرياضية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والمواصلة لتسليط الضوء على النشاط الرياضي وإبرازه، فإنها تدعو القائمين على الاتحاد إلى الحرص والتعاون الدائم والمشترك لما فيه المصلحة العامة.